أنا السلام عليكم والصلاة باك فاسيت ورحب بكم. اليوم غادي نديرو الحركات المستوية أو النموذج القذيف القذيفة. إذا أشنا هي القذيفة؟ القذيفة هي كل جسم يطلق على مقربة من سطح الأرض مع إعطائه سرعة بدئية. سوف نشرح ذلك. القذيفة هي كل جسم، أي جسم يطلق على مقربة من سطح الأرض مع على مقربة من سطح الأرض مع إعطائه سرعة بدئية فيزر. إذا إلا طلقنا واحد الصاروخ مثلا على مقربة من سطح الأرض وعطينا واحد السرعة بدئية في زرو فهو قذيفة. كرة التنس مثلا فهي قذيفة، كرة السلة مثلا فهي قذيفة. أي جسم طلقناه على مقربة من سطح الأرض وعنده سرعة بدئية فهو يسمى قذيفة. خلال الدراسة ديال هذه القذيفة غنهملو الاحتكاكات مع الهواء. سوف نهمل الاحتكاكات مع الهواء سوف نهمل الاحتكاكات مع الهواء وبالتالي القذيفة ديالي غادي تخضع للوزن ديالها فقط، وبالتالي تخضع القذيفة لوزنها فقط. مهمة القضية أننا أهملنا الاحتكاكات مع الهواء وبالتالي القذيفة ديالي تخضع لوزنها فقط. غناخدو نموذج الحركة المستوية، يعني أن الحركة تتم وفق مستوى. غناخد واحد المستوى معين، مثلا المستوى اللي أنا خدنا أنا خد مثلا أو إكس إيكغيك، مثلا إكس أو إكس إيكغيك. إذن هذا معلم او اكس ايغريك. غنفترضوا بان القذيفه ديالي مثلا خديت كريه انطلقت من النقطه او، مهمه هذه القضيه انطلقت من النقطه او في اللحظه تي تساوي صفر، وغنطلق السرعه البدئيه في زيرو، متجهه السرعه البدئيه في زيرو، حيت غادي نرجع لهذا الشكل وغادي نخدم به. في الميكانيك لا بد انك تكون تعرف تخدم بالشكل. إذن هنا غنفترضوا ان هناك كرية القذيفة ديالي، النموذج اللي خديت دابا القذيفة مثلا كرية، هنا في الحالة ديالي كرية انطلقت من النقطة او ما معنى انطلقت من النقطة او في لحظة تي تساوي صفر؟ ما معنى هذه الجملة مهمة جدا غنحتاجها في لحظة تي تساوي صفر؟ معناه ان اكس زيرو كيساوي صفر و إيكغيك زيرو كيساوي صفر، وحتى زد محور الأناسيب دائما زد زيرو تساوي صفر، والزد دائما بصفة عامة الزد دائما تساوي في الحالة ديال صفر، لأن الحركة ديال الكرية تتم وفق المستوى أو إكس إيكغيك، يعني وفق المستوى أو إكس إيكغيك. إذا هنا نبداو الخدمة ديالنا. المجموعة المدروسة الكرية جرد القوى كما قلنا بي وزنها، يعني كاينه قوة وحيدة بي وزن الكرية. إذن بتطبيق القانون الثاني نيوتن، القانون الثاني نيوتن شفناه كيقول لي مجموع القوى الخارجية كتساوي جداء الكتلة ام مضروب في التسارع اج. إذن أنا نكتب بي القوة الوحيدة اللي كاينه P تساوي M فوا RG. معنى ذلك P الجميع يعلم أنها M فوا متجهات شدة انتقال G تساوي M فوا RG. سوف أختزل M من طرفي المتساوية هنا
ام اختزلها منهم هنا، والقى العلاقه المهمه جي تساوي اج جي او لا اج جي تساوي جي. غنكادري هذه العلاقه وغنسميها رقم واحد لاهميتها دائما مما كنطلق، غنسمي هذه العلاقه رقم واحد. اذا هاتين المتجهتين متساويتان، كيف تكون متجهه شده ثقل جي؟ ماذا نعلم عنها؟ نعلم انها راسيه ومنحها نحو الاسفل، اذا هذه جي او لا اجي. دائما متجهه شده الثقل ايها التلاميذ الاعزاء تكون راسيه، يعني ما معنى راسيه؟ عموديه، والمنحى ديالها نحو الاسفل. اذا هذه العلاقه رقم واحد سوف نسقطها على المحاور او اكس واو واي واو زد. اذا نسقط العلاقة واحد، شنو هي علاقة واحد؟ هي اجي تساوي جي. نسقط العلاقة واحد على المحاور الثلاث للمعلم، على المحاور الثلاث للمعلم. إذا أش غنلقى؟ إذا خدينا اجي كيف هي وفق المحور اكس؟ فهي عمودي على المحور اكس. إذا اكس اش كتعني اكس؟ اسقاط المتجهة اج جي بالنسبة للمحور اكس نرمز له ب اكس، اسقاط المتجهة اج جي بالنسبة للمحور واي نرمز له ب اي كريك، واسقاط المتجهة او جي وفق المحور او زد اللي غادي يكون هكا. كيف هما؟ إذا جينا نشوفهم فهما متعامدان، تعامد في الفضاء. إذا ا زد تساوي ماذا؟ تساوي صفر. دونك بالنسبة ل ا جي واو اكس فهما متعامدان تساوي صفر، وبالنسبة للأخرى فهما الحامل للمتجه أج جي يوازي المحور واي كريك ولديهما منحيان متعاكسان، إذا أي كريك ستعطيني ناقص جي. دونك هادو هما الإسقاط ديال هاد العلاقة. لماذا؟ لأن أج جي عمودي على المحور أو إكس، إذا أكس تساوي صفر. عمودي على المحور أو زد ديال الأناسيب، إلى زحتو درتو هنا دونك يبان لي التعامد في الفضاء. إذا الإسقاط وفق المحور كيساوي صفر، وبالنسبة ل أو إيكغيك فهناك توازي مع منحية متعاكسة غادي ناقص جي. إذا كما شفنا في الدرس ديال قوانين نيوتن، أكس هي ديلي في إكس على ديل تي، أ إيكغيك هي ديلي في إيكغيك على و أ زد هي ديلي في زد على ديل تي، إذا كتساوي صفر، هنا تساوي ناقص جي. هنا تساوي صفر، وغنسمي هذه العلاقة، سمينا هذه العلاقة واحد، غادي نسمي العلاقة اثنان، وهذه العلاقة نسميها ثلاثة، وهذه نسميها أربعة. إذا هنا غادي خصنا نديرو واحد التكامل أو لا ضلع أصلية، نجز تكاملا للعلاقات اثنان ثلاثة وأربعة. إذا هنا إذا الأصلية ديال دي في إكس على دي تي هي في إكس، والأصلية ديال دي في إكريك على دي تي هي في إكريك، والأصلية ديال دي في زد على دي تي هي في زد. دونك الآن الأصلية ديال صفر هي ثابتة، غنسميوها سي واحد، يعني إلا شاكيتي واحد ثابتة غتعطيك صفر. الأصلية ديال ناقص جي غيتكون عندي هي ناقص جي فوا تي زايد واحد لا كونسونت سي اثنان، ولكن بالنسبة للتلاميذ ديالنا الأعزاء غادي نحاولوا نوضحوا هادو كيفاش حصلت عليهم بعض لحظات. دونك ديري في زد على دي تي هي الأصلية ديالها في زد، والأصلية ديال صفر هي واحد ثابتة غنسميها سي ثلاثة. تعالوا الآن لنشرح هاد كيف انت حصلت من على هذه العلاقات انطلاقا من هذه العلاقات. ناخذ هذه كمثال، مثلا عندي دي في كريك على دي تي وعطتني ناقص جي، معنى ذلك الا طلعت هذه هنا غتكون عندي دي لي في كريك تساوي ناقص جي فوا دي تي. كي درت ليها تو سامبلومون درت هنا واحد ودرت جدا الوسطي في جدا الطرفين، ديلي في كريك في واحد عطاتني ديلي في كريك وناقص جي فوا دي تي عطاتني هادي تساوي، معنى ان التكامل ديال ديلي في كريك كيساوي التكامل ديال ناقص جي فوا دي تي. دونك
الاصليه ديري في كريك هي في كريك. واخا نمشيو شويه بشويه. ها هي باقي هنا، هل ناقص جي ثابته؟ لماذا جي شده الثقاله ثابته؟ دونك نقدر نخرجها ناقص جي فوا تكامل دي تي. اذا الاصليه ديال في كريك ما هي الا في كريك وناقص جي، والاصليه ديال دي تي هي ماذا؟ هي تي. ودائما خصني واحد تا ثابته سي. الا خدينا هذه الثابته، الثابته سي ترتبط باللحظة التي تساوي صفر. ترتبط باللحظة التي تساوي صفر. دونك انتبهوا يا التلاميذ الأعزاء، مهم جدا، إلا عطيت لهاد تي القيمة صفر، أش غتولي هادي؟ غتولي في زيرو إكغيك، مغاديش تبقى في إكغيك، في إكغيك. إلا جاب الله عندي في اللحظة التي تساوي صفر، نكتب في زيرو إكغيك، دونك غتولي هادي في زيرو إكغيك، وبالتالي غادي نلقى بأن سي كتساوي في زيرو إكغيك. دونك هنا غتولي في إكغيك ناقص جي فوا تي زائد ماذا؟ في زيرو إكغيك زائد في زيرو إكغيك. إذا هنا توابيت مهمين، غادي نشوفوا هذه كيفاش وصلت ليها. هنا شرحنا كيفاش وصلنا لهذا السي ثابتة السي اللي غتولي عندي بعض لحظات هي في زيرو إكغيك. غنشرحو كيفاش وصلنا لهادي. لاحظ عندي دي دي اكس على دي تي كتساوي ماذا؟ دي دي اكس على دي تي، دي دي في اكس على دي تي تساوي ماذا؟ تساوي صفر. اذا نورمالمون هادي على صيغة ماذا؟ على صيغة المشتقة، على صيغة في كريك بريم. اذا الاصلية ديال في كريك بريم هي في إيكغيك، إذا الأصلية هنا هي في إيكغيك، والأصلية ديال صفر بما أن صفر هي واحد ثابتة سي، فكتبنا في إكس، وكان عندي في دي في إكس على دي تي، وهنا في إكس، فكتبنا في إكس تساوي إي كونستونت. الآن الطريقة باش غنلقى هاد إي كونستونت، كما قلنا التوابيت، التوابيت سي واحد و سي اثنان و سي ثلاثة مرتبطة بلحظة التي تساوي صفر، سي واحد. سي اثنان و سي ثلاثة ترتبط باللحظة تي تساوي صفر. إذا تعالوا دونك هنا لاحظوا في اللحظة تي تساوي صفر عندي أشنو؟ عندي في زيرو إسقاط ديال زاوية القذف هي هادي، لونجل دو تير هي هادي، دونك هنا إسقاط عمودي غيكون لي هاد الضلع الذي يماثل في 0 اكس. ما معنى في 0 اكس؟ يعني اسقاط في 0 وفق المحور اكس، ثم اسقاط على المحور واي يكون لي هذا الضلع. وماذا يمثل هذا الضلع؟ يمثل في 0 اي، يعني اسقاط المتجهه في 0 وفق المحور واي. اذا بالنسبه للزاويه الفا يمثل هذا الضلع المحادي. دونك نخدم بالنسبه لفي 0 اكس نخدم بالكوس، فكوس انيس الفا كيساوي الضلع ديال المحادي في زيرو اكس على ماذا؟ على الوتر في زيرو. اذا دير هنا واحد لن يتغير شيء، هدف هذا كيساوي هدف هذا جدار الوسطين في جدار الطرفين. غنلقى بان في زيرو اكس، ما هو في زيرو اكس في واحد؟ هي في زيرو اكس ما هي الا في زيرو كوس الفا، وهذه مهمه. دابا في زيرو اكس هي التي تمثل لي الثابته سي واحد، يعني هذه سي واحد هي في زيرو كوس الفا. ردوا معايا البال، لماذا؟ لأن الثابتة سي واحد كتضغط بلحظة تي تساوي صفر، في لحظة تي تساوي صفر غاتولي في إكس غاتولي في زيرو ديال إكس تساوي سي واحد، وبالتالي غنلقى هادي أن في إكس ما هي إلا في زيرو كوس ألفا. ثم إلا حطينا لحظة تي تساوي صفر، حطينا لهاد تي القيمة صفر، أش غيولي هادي؟ غاتولي في زيرو إكغيك، وغنلقى في زيرو إكغيك هي ماذا؟ هي سي جوج. دونك نحدو في زيرو كريك من خلال الشكل، في زيرو كريك هي هادي. إلا جينا نشوفو الزاوية ألفا، هذا هو الضلع المقابل لها، هو هذا، لاحظوا هذا هو الضلع المقابل، ولكن هذا الضلع هذا هو نفسه هذا، يعني بحال خد بهذا الضلع بحال خد بهذا. إذا إلا كتبت أنا سينيس ألفا أش تساوي الضلع المقابل معنى هذا اللي هو نفسه هذا، هو في زيرو كريك على ماذا؟ على الوتر في زيرو. مجددا ندير هنا واحد لا يتغير شيء، هدف هذا كيساوي هدف هذا، كنلقى في زيرو إكغيك هي في زيرو سينيس ألفا.
واضح؟ اذا هنا غنلقى في غري هي ناقص جي فوا تي زائد في زيرو سينيس الفا، ثم في زد الحركه لا تتم وفق المحور او زد بالنسبه لي هنا لان خدام في المستوى اكس واي، دونك في زد غيتساوي صفر. وانا الان عندي تعبير في اكس تساوي في زيرو كوس الفا، وفي واي هي ناقص جي فوا تي زائد في زيرو سين الفا، وفي زد تساوي صفر. دونك غنطلقوا من هادو، غنطلقوا من هاد ثلاثه باش نجبدوا المعادلات الزمنيه للحركه. انتبه، حاولوا ايها التلاميذ الاعزاء تبعوا معنا بالسيل والورقة وديروا بوز وقت ما وحلتوا باش تفيريفوا الامور في الوسخ ديالكم حتى تعلموا هذه الامور اللي هي بسيطه جدا. الان هاد العلاقات هادو شنسميوهم؟ وصلنا لربعة، غنسمي هذه العلاقة خمسة، هذه غنسميها ستة، وهذه غنسميها سبعة. قبل ما سميتو غناخد في اكس باش نبسطو مازال، غنسميوها ديال اكس على دي تي، في اكس غنسميها ديال اكس على دي تي كتساوي ليا في زيرو كوس الفا، و في كريك هي ديال كريك على دي تي هي ناقص جي فوا تي زايد في زيرو سين الفا، واخيرا في زد ديال زد على دي تي كتساوي صفر. دائما في اكس كما تعلمون راه في اكس هي دي اكس على دي تي، و في كريك هي دي كريك على دي تي، و في زد هي ديال زد على دي تي. هادشي شفناه في الدرس الاول ديال الميكانيك اللي هو قوانين نيوتن. اذا هاد الثلاثه عفوا غنسمي هاد العلاقات هادو اللي هما في الحقيقه اللي تالو، غنسمي هادي رقم خمسة ونسمي هادي ستة ونسمي هادي سبعة. اذا غادي نتكامل للمره الثانيه والاخيره، ننجز تكاملا للعلاقات خمسة ستة وسبعة. اذا الأصلية ديال دي إكس على دي تي هي إكس، والأصلية ديال في زيرو كوس ألفا لأنها ثابتة هي في زيرو كوس ألفا تي زائد لاكونستونت، لاكونستونت اللي غنسميها سي ربعة لأن حبست هنا في سي ثلاثة، إذا هي ثابتة الرابعة. ولكن ما فيها بس نشرح للتلاميذ ديالنا الأعزاء كيفاش تسلط على هذه انطلاقا من هذه. تو سامبلومون إلا خدينا دي إكس على دي تي هي في زيرو كوس الفا، معنى ذلك دير هنا واحد ما غيتغير والو، هدف هذا كيساوي هدف هذا، دي اكس في واحد هي دي اكس غتعطيني في زيرو كوس الفا فوا ماذا فوا دي تي. اذا التساوي كيسمح لي ندير التكامل ديال دي اكس هو التكامل ديال في زيرو كوس الفا فوا دي تي. ردوا معايا البالي يا التلاميذ الاعزاء، هنا في زيرو زاوية القذف، في زيرو في زيرو ربي السرعه البدئيه ثابته، والفا زاويه القذف ثابته، اذا كوس الفا راه ثابت، معنى ذلك انني يمكن نخرج في زيرو كوس الفا برا التكامل، فغتكون عندي هنا التكامل ديال دي اكس تساوي في زيرو كوس الفا و دي تي. اذا هنا الاصليه ديال دي اكس هي اكس، والاصليه ديال دي تي هي تي، فنلقى في زيرو كوس الفا فوا تي، ودائما زائد واحد ثابته اللي سميناها سي 4، وهكذا حصلت على هذه العلاقه، على ديمونستراسيون ديالها بسيطه جدا. ثم سنمر الى دي لي كريك على دي تي، دونك دي لي كريك على دي تي الاصليه ديال دي لي كريك على دي تي هو اي كريك، ثم الاصليه ديال ناقص جي فوا تي هي ناقص واحد على اثنان جي تي وسي اثنان، والاصليه ديال في زيرو سين الفا هي في زيرو سينيس الفا فوا تي زائد واحد ثابته غنسميها سي 5. غنشرحوا للتلاميذ ديالنا الاعزاء كيفاش لقيت هذه العلاقه انطلاقا من هذه. دونك نحتاج لسباس ديال السبوره، ردوا معايا الله يجازيكم بخير. عندي دي دي كريك على دي تي هي ناقص جي فوا تي
زائد في زيرو سينيس الفا. اذا كما تلاحظون هنا يمكن لي نكتب دي دي اكغ تساوي ناقص جي تي دي تي زائد في زيرو سينيس الفا دي تي. كي درت ليها عاوتاني درت هنايا واحد ودرت جدا الوسطين جدا الطرفين وهاد دي تي تنشرت على هذا فبانت دي تي هنا وبانت دي تي هنا كما كتلاحظوا يا التلاميذ ديالنا الاعزاء. ودي اكغ في واحد ما هي الا دي اكغ. اذا هنا يمكن لي ندير التكامل ديال دي لي اكغ كيساوي التكامل ديال ناقص جي تي دي تي زائد التكامل ديال في زيرو سينيس الفا دي تي. دونك الاصليه ديال دي لي اكغ هي اكغ ولكن نمشيو معكم بشويه بشويه. الان هنايا كنلاحظوا بان ناقص جي ثابته يمكن تخرج ناقص جي ويبقى لي تي والمتغير دي تي وفي زيرو سينيس الفا ثابته يمكن تخرج وتبقى ليا في داخل التكامل دي تي. اذا هنا الجميع يعلم ان الاصليه ديال تي في الماط الاصليه ديال اكس هي واحد على اثنان اكس اس اثنان. هنا في جدول الضوء الاصلي اي تلميذ خصو يكون عارف هادشي. تي الاصليه ديال تي هي واحد على اثنان تي اس اثنان. الامور بسيطه. اذا هنا الاصليه ديال دي اكغ هي اكغ. هنا تخرج ليا ناقص جي وهادي تي اس اثنان على اثنان ثم في زيرو سينيس الفا تي الاصليه ديال دي تي هي تي وساضيف لا كونستونت رقم 5. اذا اخيرا اكغ كما لقيناها هي ناقص 1 على 2 جي تي اس 2 زائد في 0 سينيس الفا تي بليس ماذا بليس سي 5. ارجو ان يكون واضحا. كنتمنى ان يكون هذا البرهان واضح. اعطيه الخاطر بشويه بشويه حتى تعلموا لي ان راه بسيط. الان دي زد هنا دي تي الاصليه هي زد وصفر الأصلية هي ثابتة سنسميها سي 6. إذا مجددا الثوابت سي 3 سي 4 سي 5 و سي 6 ترتبط بلحظة تساوي صفر. إذا إلا خدينا إلا عطينا لهاد التي القيمة صفر انتبهوا معي أرجوكم. إلا عطيت لهاد التي القيمة صفر غيختفي هادشي كلشي. غتقول لي هادي إكس صفر وغتساوي صفر 4. غنوصل أن إكس صفر تساوي ماذا صفر 4. علاش إكس صفر في اللحظة تي تساوي صفر عندي إكس صفر. ثم إلا عطيت التي القيمة صفر هنا وهنا غتختفي كلشي. هادي غتبقى سي 5 وتساوي ماذا إكغ صفر. إكغ صفر تساوي سي 5. ثم بالنسبة لي زد تساوي ست سي ستة في كل لحظة. إذا زد زيرو لأن ثابت تساوي سي ستة. تعالوا أشنو قلنا؟ شفنا بأنه في اللحظة تي تساوي صفر انطلق الجسم من النقطة أو في اللحظة تي تساوي صفر وكانت عندي إكس صفر تساوي صفر وإكغ صفر تساوي صفر وزد صفر تساوي صفر. لماذا؟ لأن الكرة هي ديالي انطلقت من النقطة أو في اللحظة تي تساوي صفر. إذا غيمكن لي نستنتج بماذا؟ انطلقت الكرة هي من النقطة أو في اللحظة تي تساوي صفر. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن سي 4 تساوي صفر، سي 5 تساوي صفر، وسي 6 تساوي صفر. شرحنا علاش؟ لأن سي 4 ما هو إلا إكس صفر، وسي 5 ما هو إلا إكغ صفر، وسي 6 ما هو إلا زد صفر، يعني الإحداثيات البدئية. إذا يمكن عاود نكتب هاد العلاقات كما هما مع اختفاء الثوابت سي 4 وسي 5 وسي 6 اللي كيساوي صفر، فقط في حالة واحدة إذا انطلقت القذيفة من النقطة أو. إذا يمكن أن نكتب إكس هي V0 كوس ألفا تي. إكغ بدل هذا الزمن هي ناقص 1 على 2 جي تي أس 2 زائد V0 سينيس ألفا تي. وزد تساوي صفر في كل لحظة. الجسم ديالي لا يتحرك وفق المحور أو زد لأن الحركة عندي مستوية وتتم وفق المحور أو إكس إكغ. إذا الفقرة الموالية ستتعلق بماذا؟ ستتعلق ب معادلة المسار. هادو دابا اللي لقيت هنا هادو كيتسموا المعادلات الزمنية للحركة. إكس واي كريك وزد كيتسموا المعادلات الزمنية للحركة.
لا سنجد معادلة المسار. إذا معادلة المسار كنا لقينا أيها التلاميذ الأعزاء في المعادلة الزمنية لقينا إكس تي تساوي في زيرو كوس ألفا تي، وفيما يخص إكغيك لي تي لقينا ناقص واحد على اثنان جي تي وسي اثنان زائد في زيرو سينيس ألفا، وبالنسبة للزد تي لقينا صفر. إذا معادلة المسار طريقة سهلة، معادلة المسار ما كيكونش فيها الزمن تي، أش كناخد؟ كناخد هذه اللي مختصرة شوية، وكنلقى بأن تي تي تساوي ماذا؟ إكس على ماذا؟ على في زيرو كوس ألفا. سهلة، حيت حنا عندنا إكس، لقينا عندنا هذه، هي أن إكس هي في زيرو كوس ألفا تي. إذا معنى أن تي ما هي الا اكس على في زيرو كوس الفا. ارجو ان يكون واضحا. ماذا نفعل؟ نعوض تي بصيغتها او لتعبيرها فين؟ هنا في اي، يعني انني غنكتب هاد اي كما هي، ولكن فيما غتبان لي تي غنعوضها باكس على في زيرو كوس الفا. لاحظوا ماذا سنفعل؟ ناقص واحد على اثنان جي ما نقيسهاش، بلاص تي غنكتب هادشي، ولكن غادي ندير ليهم سي اثنان. اذا اكس غاتولي اكس سي اثنان، و في زيرو غاتولي في زيرو سي اثنان، و كوس الفا غاتولي كوس سي اثنان ديال الفا. ارجو ان يكون واضحا. ثم هنا كاينه تي، عفوا، ثم في زيرو سينيس الفا، وبلاصة تي غنكتب المكافئ لها اللي هو اكس على مدى على في زيرو كوس الفا. اذا اولا كتبان لي في زيرو من هنا ومن هنا فتختزل، ثم سين الفا على كوس الفا، الجميع يعلم ان السين على الكوس هو طونجونت. اذا انا غنكتب عندي اكس فوا طونجونت الفا، اكس فوا طونجونت الفا. بالنسبه لهنا عندي اكغيك دونك هي ناقص جي اكس اس 2 على مدى 2 في زيرو كاري كوس كاري ديال الفا، وهذه ببساطه معادله المسار. كنلاحظوا بان اختفاء المتغير تي، عندي معادله المسار بهذه الطريقه وبهذه البساطه، هذه معادله المسار. اذا الفقره المواليه في الدرس ديال القذيفه كتعلق بنقطتين مهمتين اللي هما المدى وقمه المسار، سوف نشرحهما اولا. انتبهوا يا تلاميذ الاعزاء، لما كنطلق القذيفه ديالي اللي هي مثلا كره السله او لا كره ديال التنس او لا سميتو، كيكون عندها واحد المسار شان جميل بارابوليك على هذا الشكل، كيكون عندها مسار شان جميل. فهاد المسار شان جميل كاينين جوج نقط مهمه جدا 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 ايها التلاميذ الاعزاء. النقطه الاولى هي بي، هاد النقطه بي كتسمى المدى، المدى هو ابعد نقطه تصل الى القذيفه. مثلا كيتصنت نشاط الاخبار كيقول لك مثلا الصاروخ مدى 5000 كيلومتر. ما معنى مدى 5000 كيلومتر؟ اي ان داك الصاروخ يمكن يضرب على بعد اقصى بعد، ممكن يضرب شي حاجه اللي كاينه على بعد 5000 كيلومتر. دونك هنا بي بالفرنسي مدى لابورتي، دونك هنا كاينه اف، اف اللي هي قمه المسار. قمه المسار هي اعلى نقطه وصلت اليها القذيفه. اذا احنا اولا غنقلبوا على هاد اف، هادي غنقلبوا على الاحداثيات ديالها، غنقلبوا على اكس اف وعلى ايكغيك اف، بمعنى سنبحث عن احداثيات قمه المسار. غنحاولوا نحددوا اكس اف التعبير ديالها ونحددوا ايكغيك اف التعبير ديالها. هذا هو التحدي الاول. اذا الفقره المواليه اسمها قمه المسار. قمة المسار أيها التلاميذ ديالنا الأعزاء كتميز بواحد الحاجة، هنايا في قمة المسار يمكن نعتبرو ماذا؟ يمكن نعتبرو بأن هنا مسطح. حتى الدائرة إلا خديت دائرة، إلا خديت واحد الأخ واحد القوس صغير ممكن نعتبرو مستقيمي. فالكرة الأرضية علاش كتبان لنا مثلا مستقيمية؟ لما كنشوف واحد المسافة صغيرة كتبان لنا مستقيمية، لأن المدى ديال البصر قصير مقارنة إلى أبعاد الكرة الأرضية. فهنا ببساطة
فكنقول قمة المسار كيفاش كانوا صنع ذاتيات، كنقول عند قمة المسار، عند قمة المسار اش عندي؟ عندي إيكغيك تساوي إي كونستونت، يعني هنا يمكن نقولوا بأن هنا إيكغيك ما كيتبدلش، لأن يعني بحال هنا مسار مستقيم في هذه الفقرة الصغيرة، معنى إيكغيك تساوي إي كونستونت معناه ديلي إيكغيك على دي تي المشتقة تساوي صفر. واش هي ديلي إيكغيك على دي تي؟ هي في إيكغيك، إذا في إيكغيك تساوي صفر. وحنا في الفقرة السابقة اش لقينا في في إيكغيك؟ في إيكغيك هي هاد في إيكغيك هي ماذا؟ هي ناقص جي فوا تي زائد في زيرو سينيس الفا وتساوي لدي صفر. ما نساوش ايها التلاميذ الاعزاء في الفقره السابقه لقينا في اكغيك هي ناقص جي فوا تي زائد في زيرو سينيس الفا. نساوش الله يجازيكم بخير. اذا تو سامبلومون يمكن نحول هذه لهنا فنلقى في زيرو سينيس الفا تساوي ماذا؟ تساوي جي فوا تي. اذا تي هي في زيرو سينيس الفا على جي. اشنا هي هذه اللحظه دابا لقيت؟ شنو هي اللحظة؟ ماش كتمثل؟ كتمثل تي اف. ما معنى تي اف؟ يعني اللحظة التي توجد فيها القذيفة ديالي أو الكرية ديالي في قمة المسار. أش غادي ندير دابا؟ غادي نشد تي اف غنعوضها في هنايا باش نلقى اكس اف، باش نلقى اكس اف غنعوض هنا بتي اف، وباش نلقى ايكغيك اف غنعوض هنا بتي اف، ثم تي اف، وبالتالي يعني لما غنعوض هنا تي اف غادي نلقى اكس اف الموافق لها. تعالوا كي نفهم، حنا لقينا اكس هي في زيرو كوس الفا تي ماشي ولا لا، ولقينا ايكغيك هي ناقص واحد على اثنان جي تي سي اثنان زائد في زيرو سينيس الفا تي، ثم زد في كل لحظة يساوي صفر. هذا بسيط. الان انا الا بغيت اكس اف يوافق ذلك اللحظة تي اف، يعني في اللحظة تي اف، في اللحظة تي اف كان جسم مفصوله اكس اف. الان غنكتبوا اكس اف هي ماذا؟ هي في زيرو كوس الفا. شكون هو تي اف؟ تي اف هو في زيرو سينيس الفا على ماذا؟ على جي. تو سامبلومون نكملها، في زيرو فوا في زيرو هي في زيرو كاري، ثم سين الفا كوس الفا وكوس الفا سين الفا ماشي مشكل، الضرب تبادلي كوس الفا على ماذا؟ على جي. الان كاينه نستخدم هنا علاقة ديال حساب بوتلاتي معروفة. اش كتقول ديك العلاقة؟ كتقول بأن سينيس ديال اثنان الفا كيساوي اثنان سين الفا كوس الفا. هاد العلاقة كيقراوها التلاميذ ديال بريمير اني بكالوريا في الدرس على حساب بوتلاتي. معنى ذلك ماذا؟ أن سين الفا كوس الفا يساوي سينيس لاثنان الفا على اثنان. إذا اش غندير؟ بلاص هاد سين الفا كوس الفا اللي عندي هنا كتلاحظوها غنعوضها بماذا؟ غنعوضها بسينيس اثنان الفا على اثنان، فبالتالي غتولي عندي في زيرو كاري، وهذه غتختفي غتبان سينيس اثنان الفا، واثنان غادي تبان في المقام على مدى اثنان جي، فبالتالي كنلقى اكس اف، كنلقى اكس اف ايها التلاميذ الاعزاء كيساوي في زيرو كاري سينيس ديال اثنان الفا على مدى على اثنان جي. بقي لي ماذا؟ إيكغيك إف أي أرتوب قمة المسار. إيكغيك إف سهل جدا، إيكغيك إف لاحظوا ناقص واحد على اثنان جي، تحافظ عليها. الآن بلاصة تي كاينة تي إف، إذا تي إف هي في زيرو، ولكن غندير لها أوس اثنان في زيرو كاري، ثم سين ألفا سينيس أوس اثنان على ماذا؟ على جي أوس اثنان، ثم زائد ماذا؟ زائد في زيرو سين ألفا في زيرو سين الفا فوا تي اف، اذا فوا في زيرو سينيس الفا على مدى على جي. اذا اش كيبان ليا؟ كيبان ليا هادي هي اذا اختزلت بجي من الفوق ومن تحت كتبان ليا ناقص في زيرو كاري سين كاري ديال الفا على مدى على اثنان جي، وهنا في زيرو فوا في زيرو هي في زيرو كاري، سين الفا فوا سين الفا هي سينيس اوس اثنان الفا على مدى على جي. كاين هنا ببساطه المقام واحد هو ندير هنا نضرب هنا بجوج الفوق والتحت، دونك اثنان اثنان. اذا كتولي كتبان لي اثنان في زيرو كاري سينيس كاري ديال الفا ناقص في زيرو سينيس كاري ديال الفا، يعني جوج من الحاجه ناقص وحده من الحاجه، دونك ديك الحاجه اللي هي في زيرو كاري سينيس كاري ديال الفا على مدى على اثنان جي، وكنلقى ايكغيك اف
اللي هو أورتو بقمة الماء مصر. إذا أش لقيت أيها التلاميذ الأعزاء؟ لقيت إكس إف كما كتشوفوا هي في زيرو كاري فواياج فوا سينيس لإثنان ألفا على ماذا؟ على جي على إثنان جي عفوا. ثم إكغيك إف هي في زيرو كاري سينيس أس إثنان ألفا دائما على إثنان جي. دونك هادو إحداثيات قيمة المسار. أما بالنسبة لزد إف فهو زد إف تساوي صفر لأن الحركة لا تتم وفق المحور أس. إذا بقيت فقرة صغيرة جدا في هذا الدرس هي نلقاو إحداثيات بي. إحداثيات لماذا؟ دونك إحداثيات ماذا؟ إحداثيات بي اللي هو المدى. قلنا المدى يعني أبعد نقطة وصلت إليها القذيفة. فيما يخص نقطة بي فهي كتميز بواحد الحاجة مهمة، تتميز بأن إكغيك بي يساوي صفر. إكغيك بي يعني أرتوبها يساوي صفر. إذا غنطلق من هذه باش نلقاو أفصولها إكس بي. إكس بي يعني أفصولها شحال هو هذا الأفصول من هنا، بينما الأرتوب فهو واضح يساوي صفر. إذا إكغيك بي يساوي صفر غيعطيني مباشرة لاحظ إكغيك. إذا لاحظتي هنا إكغيك بي دونك هنا تي بي تي بي دونك تفصل إكغيك بي تساوي صفر. معنى ذلك أن ناقص واحد على إثنان جي تي بي الكل أس إثنان نخدمو ببساطة بتي أس إثنان زائد في زيرو سينيس ألفا فوا تي تساوي صفر. يمكن أن نعمل بتي، إذا عملت بتي غتبان ليا في زيرو سينيس ألفا ناقص واحد على إثنان جي فوا تي تساوي صفر. إذا معناه تي تساوي صفر أو في زيرو سينيس ألفا ناقص واحد على إثنان جي فوا تي تساوي صفر. إذا غنجبد من هنا تي غتبان ليا في زيرو سينيس ألفا هي واحد على إثنان جي فوا تي. إذا غنلقى من هنا أن تي ما هي إلا إثنان في زيرو سينيس ألفا على جي تو سامبلومون طلعت تجي لهنا. فبان ليا إثنان في زيرو سينيس ألفا على مدى على جي أشنا هي هادي هي لحظة تي بي. علاش ما خديتها تي تساوي صفر؟ تو سامبلومون تي تساوي صفر هي هنا، وفي لحظة تي تساوي صفر راه بالتأكيد كان عندي ماذا؟ كان عندي إكغيك تساوي صفر، كان عندي إكغيك تساوي صفر، وكان عندي أيضا إكس تساوي صفر. إذا لأجل ذلك ما خديتش هذه ولكن خديت لحظة أخرى، هذه لحظة أخرى التي فيها إكغيك تساوي ماذا؟ اللي فيها عفوا اللي فيها ماذا؟ اللي فيها إكغيك تساوي صفر، هذه هي اللحظة الأخرى. إذا هنا غنعوض هذه، هاد تي غنعوضها فين؟ غنعوضها في التعبير ديال إكس. علاش؟ باش نلقى إكس بي. دونك التعبير ديال اكس عندي هو اكس هو في زيرو كوس الفا تي، هذا هو التعبير ديال اكس. اذا انا الا بغيت اكس بي غتولي في زيرو كوسينيس الفا تي بي، يعني هاد اللحظة هادي. اذا هنا غتساوي في زيرو كوس الفا، شكون تي بي غنعوضو به اثنان في زيرو سينيس الفا على جي. اذا اكس بي إذا في زيرو فوا في زيرو غيعطيني في زيرو كاري إثنان بعدا إثنان في زيرو أس إثنان ثم سين ألفا كوس ألفا سين ألفا كوس ألفا على جي. مجددا تلاميذنا الأعزاء غنخدمو بالعلاقة اللي كتقول بأن سينيس إثنان ألفا كيساوي إثنان سين ألفا كوس ألفا. هي هنا كتشاهدو أيها التلاميذ الأعزاء، لاحظوا أنني عندي إثنان وعندي سين ألفا كوس ألفا. إذا اقنعوضهم ببساطة بسينيس إثنان ألفا فكنلقى إكس بي هي في زيرو كاري سينيس ديال اثنان الفا على مدى على جي. اذا هادو هما الفقرات والاسس ديال الدرس ديالنا ديال القذيفه. خاصنا نعرفو نحددو معادله الزمن الحركه، خاصنا نعرفو نحددو معادله المسار، خاصنا نعرفو احداثيات قمه المسار اف، وخاصنا نعرفو كيف نحدد احداثيات المدى. وصلت باك فاسيلتا، شكركم على انتباهكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.